محل ما انتم قاعدين ان شاء الله تكونوا كويسين في حلقه جديده من احكي بودكاست. انا حياتي الحمد لله يعني فيها كثير من الحياة انا ما خططت لها، يعني ما خططت ابقى مذيع، ما خططت ابقى مدرب. اذا الله بحبك حبب الناس فيه. انه انا عندي ايمان كبير انه الفرص متاحه، لكن ممكن يكون ما متاح استعداد الشخص نفسه. دائما الحاجه اللي بتكون قاعده وترسخت في اذهان الناس هي بتظهر وقت وقت الانفعالات العاطفيه. وطبعا انفصام الشخصيه الابداعيه مشكلة كبيرة جدا، يعني لما يكون عندك كذا شخصية بتتعامل مع أجناس كثيرة من الفنون فعلا بتربك. كنا شوف طبعا بنهزر كثير فوضجين يعني. أنت تكون رسالتك الإعلامية متكاملة ويعني وتتجاوز حدود المعرفة الضيقة. احنا ما قادرين نعالج مشاكلنا الاجتماعية بشكل كويس لأنه احنا ما عندنا دراما. أنا بفتكر دي حاجة كويسة للصحفي إنك أنت تطرق مواضيع مثيرة، مواضيع بتعمل راو. عشت لأروي، نعيش لنحكي، لأن التجارب ممكن تبقى عندها قيمة عند الآخرين.